أخبار اليوم مع فراس حامد. قتل العشرات على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين إثر انفجارات وقعت في منطقة برج البراجنة من الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم. وأفادت مصادر صحفية لبنانية أن انتحاريين فجرا نفسهما بأحزمة ناسفة، حيث كان بين التفجيرين فارق دقيقتين. هذا وتشهد المنطقة استنفارا أمنيا، حيث أغلقت مداخل المنطقة، فيما أفادت المعلومات الأولية أن القوى الأمنية وعناصر حزب الله وحركة أمل يبحثون عن شخص ثالث. ولمواكبة هذا الموضوع معي في الاستوديو سيد العزر تسفري، رئيس شعبة الموساد في إيران، كردستان، العراق ولبنان. مرحبا بك. وسيد خميس أبو العافية، باحث ومحلل سياسي، مرحبا بك. وأيضا سينضم إلينا الآن عبر سكايب السيد توم حرب، أمين عام المجلس العالمي لثورة الأرض. سيد توم مرحبا بك. في البداية دعنا نقول استنفار أمني واسع في الضاحية الجنوبية بعد التفجيرين، هل لديك معلومات من يقف وراء هذا التفجير أو معلومات جديدة بهذا الشأن؟ بالفعل واضح الإرهابيين، يعني هن حزب الله حزب إرهابي، والإرهابيين التكفيريين إن كان داعش وأخواتها هن دائما عم بيتضاربوا، واثنيناتهم عم بيتحدوا بعضهم. سوريا عم تتحدى، حزب الله عم بيتحدى بسوريا داعش والقاعدة والجماعات الإسلامية السنية المتطرفة، ولكن هذه الجماعات توعدت لحزب الله الانسحاب من سوريا. لما الحزب الله ما انسحب من سوريا جابوا له المشكلة على عكر دوره. هذه أول نقطة وهذا السبب. هلأ المين واقف وراها؟ طبعا بده يكون الإرهابيين اللي هني من داعش والمجموعات المشكلة من وراهم. أما النقطة الثانية أنا بحب أقولها وشو الحل لازم يكون، هو أنه نحن كنا من أسبوعين في مجلس الأمن واضطرقنا بالحديث عن خطة أمنية في لبنان ككل، وهالخطة الأمنية هي ضمن القرار الدولي 1559. لازم الجيش اللبناني يكون مسؤول فقط عن الخطة الأمنية في لبنان من دون تواجد حزب الله، على حزب الله الانسحاب من سوريا، على حزب الله بالمناطق اللي هو مش موجود فيها يسلم سلاحه وينسحب للمناطق اللي هو موجود فيها، تيكون في أمن لجميع المواطنين ويحس المجتمع اللبناني والشعب اللبناني بارتياح على معظم الأراضي اللبنانية المش متواجدين فيها الإرهابيين، إن كان حزب الله أما الداعش. نعم. بمناطق أرسال. نعم سيد توم، الجميع يعرف بأن الضاحية ربما كانت الأكثر مكان محصن بالنسبة لحزب الله، كان من الصعب اختراق هذه المنطقة، لكن في الأشهر الأخيرة حتى في العام الأخير دعنا نقول هذا المعقل لحزب الله صار من السهل اختراقه، ليس فقط من عمليات تفجير، أيضا من شبكات تجسس غربية وإسرائيلية دعنا نقول في هذا المكان. إلى ماذا يشير هذا الأمر سيدتو؟ لما الفيك وميليشيوية على الأرض عم بتنسق مع الجيش اللبناني، مش معروف مين عم بينخرق وبأي محل عم بينخرق، وهالقوى هايدي من حزب الله كمان عم تنخرق من جماعة داعش. فلذلك الأمر إذا حزب الله بده أمن ذاتي بمنطقته خليه يكون عنده الأمن الذاتي بمنطقته من دون ما يوقع مشكلة الجيش اللبناني معه، خلي الجيش اللبناني ينسحب من هالمنطقة يرجع على مناطق يقدر يأمن الحماية الكامية ويأمن الخط اللي جاي من سوريا على لبنان، تما يكون في أي جماعة مسلحة ميليشيات عم تجي من سوريا، هيك ساعتها بتحمل المسؤولية الجيش اللبناني والأمن الداخلي. بس لما الجيش اللبناني بده يكون عنده مرافقين معه وعم بنظم مع مجموعات ميليشيوية تانية، ما بيقدر باستطاعته يأمن الأمن الكافي لهالمناطق هاي. نعم سيد، الحق هون على حزب الله. نعم سيد توم حرب، الأمين العام للمجلس العالمي لثورة الأرض، كنت معنا الولايات المتحدة، شكرا جزيلا لك. سيد العزر، برأيك من قام بمثل هذا التفجير أو التفجيرين؟ لا أدري، ولكن في لابد عناصر مختلفة غير رادية، كلمة لطيفة، من دور حزب الله بلبنان ومن دور حزب الله بسوريا مع إيران. يعني مدة السنوات الأخيرة اللي حزب الله له تدخل قوي جدا في المعارك في سوريا وعلى حدود في سوريا، من غير التسلط الداخلي عن الحركة اللبنانية بصورة عامة، في عناصر مختلفة
ولكن المعقول هو مثل ما قال الأخ داعش وخواته. صحيح. سيد خميس، دعنا نقول رسالة واضحة إلى حزب الله بهذا التفجير. رسالة واضحة على خلفية التوغل القوات قوات حزب الله إلى جنب الجيش النظامي في سوريا في المعارك الضروسة التي تدور رحاها اليوم في البيت السوري. هنالك رسالة واضحة يقول من وقف ويقف وراء هاتين العمليتين التفجيريتين اليوم في الضاحية الجنوبية هو بمثابة رسالة إلى الأمين العام إلى حزب الله، ارفعوا أيديكم عن الحرب في سوريا وإلا سوف نقوم بنقل القتال من سوريا إلى العقر داركم في الضاحية وفي لبنان. أنا أعتقد بأن هاتين العمليتين ناهيك عن الصدى القوي الذي على أرض الواقع أن أوقعت تلك العشرات من القتلى والعشرات من الجرحى، وربما الأرقام سوف تتصاعد شيئا فشيئا. رسالة واضحة هي محاولة للضغط لتحريك الرأي العام اللبناني ليمارس الضغوطات ورقات ضغط على حزب الله لحمله على التراجع من ضلوعه في الحرب الضروس التي تدور في سوريا. يعني هي هذه ضربة يراد منها شيئين: أولا القول لحزب الله نحن باستطاعتنا أن نخترق جدرانكم العالية، وثانيا تحريك الرأي العام اللبناني لممارسة ضغوطات على حزب الله لحمله على رفع أيديه من نعم. الآن سوف ننتقل إلى محور آخر.